مرحبا بحضراتكم مرة تانية. سريعا نبتدي أخبارنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان. وصلت إلى ميناء بور السودان بدولة السودان الشقيقة سفينة الإمداد أبو سمبل 2 التابعة للقوات البحرية المصرية ومحملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية المختلفة من مواد غذائية، إعاشية، مستلزمات طبية، أدوات وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، وجمعية الهلال الأحمر المصري. وده طبعا لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا في دولة السودان الشقيق، واللي بتعاني الولايات الشمالية فيه من أضرار السيول. ده طبعا انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات. ودايما مصر بنلاقيها بالتأكيد في أول الصفوف في أي أزمة، سواء كان بقى بنتكلم على سيول، بنتكلم على أي كوارث طبيعية، بنتكلم على يعني حروب، أي ما كانت الدول الشقيقة والصديقة مصر دايما تكون في أول الصفوف لتقديم المساعدات. ربنا يا رب إن شاء الله يديم علينا عز مصر.